أنا الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية. سعيد أكون موجود في التلفزيون الأردني اليوم للحديث عن مهرجان الزيتون الوطني 23 ومعرض المنتجات الريفية، وهي دعوة بوجهها لجميع المشاهدين أنهم يزوروا مهرجان الزيتون، حيث أن يوم غد السبت سيكون آخر أيام المهرجان الذي امتد لعشرة أيام، وهو مهرجان يمكن الأسر الريفية من تسويق منتجاتهم ويساعد منعة المجتمع الزراعي الأردني حتى يستمر في إنتاج الغذاء لكي نأكل مما نزرعه.